رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم بخير إن شاء الله، بالصحة والسلامة إن شاء الله، كل نازل كل الجنة. بايرن مبارك إن شاء الله على بيجي جن فارس. جمش تاسيس لا تشبهنا بشكانش. والله ما يشتم استخدام لايزر. أقسم بالله العظيم إذا جئت أقسم بالله العظيم إني جئت بس في سبيل الله وفي سبيلكم حتى أنقذ البشرية من كل مرض الفيروسات والسرطان. رب العالمين مرتين أنا أصيب بالسرطان، رب العالمين شفاني خلال 7 أيام كنت أصيب بالسرطان. كل علاج موجود في القرآن وسنة النبي. Durch schwarzgelben Öl und diese Koran hatte Krebs, aber der hat sich selber geheilt. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بسم الله على عتل شيء أحمر أحلى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بشفائين العسل والقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بشفائين العسل والقرآن. Prophet Muhammad sagte. Hassan. Hassan. Prophet Muhammad sagte heilt euch. Durch zwei Mittel, Koran und Honig. القرآن هو الشفاء السماوي، القرآن هو الشفاء السماوي. رب العالمين يقول القرآن روح، القرآن روح. القرآن is the geist. مثل إنسان روح، رب العالمين يقول والقرآن روح. يعني لما أطباء الأوروبا وأمريكا ليش فشلوا؟ لأن يقولون إذا واحد مريض يقرأ يغني له موسيقى. في الطب احنا كنت في طالب في جامعة الأمريكية ليبرتي، نجحت الحمد لله أوائل طلعت، ولكن أنا ما اتفق مع أمريكان، قلت أنتم أخطاء في هذا الجامعة، لازم القرآن هو معجزة، غنيت على المريض كان ما يتحرك، ولكن ركز على القرآن ونزل من القرآن ما وشفى، صار هكذا، نجحت صرت أوائل من الجامعة الأمريكية على دكتور موزيك هورن دان انتشبانن جود aber das ist nicht das ist falsch Koran ist nicht ist nur gut Koran ist nur واحد جاي النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رأسي يوجعني. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحناء إنه نافع بالله تعالى من الصلاة. أين هذا السوق؟ Prophet Muhammad gekommen hat Kopfschmerzen hat gesagt حناء gut für Kopfschmerzen. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللي عنده مثلا ما يستطيع يمشي ما يستطيع يمشي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بألبان البقر فإنها شفاء وسمنها دواء ولحمها داو. بس يشرب يوميا شحن مال الغنم ما يبقى هذا الوباء. فاشر سلوبي ما العظام سلوبي زوبي فون لام زوبي فون لام للوجع العظام زوبي فون لام و15 حباية البامية الفقرات وبيضتين السيستاو. بارك الله فيك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أي واحد عنده سخونة حرارة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الحمى أو شدة الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. إذا حمى أحدكم فليعشر عليه بالماء البارد ثلاثة أيام. Kaltes Wasser ist gut. Prophet Muhammad sagte, für Fieber. Prophet Muhammad hat gesagt, kaltes Wasser. Wenn jemand duscht mit kaltes Wasser, dann Fieber geht. واحد معجزة للإنسان يعالج 33 مرض بس بالهني عسل. وين عسل؟ بس بالعسل. عسل إذا يخلي عسرة هذا البشر سرة بالسرة الماما ماذا؟ سرة بالسرة ماما. يعالج 33 مرض، التهابات، وجع راس، معدة، قولون، التهاب الرحم، التهاب البروستات، يخلي هني علي هوني هي 33 مرض. لست هونيك هي فور دم شلافن داس از جود فيا كرانكايت. جيجن انتسوندون جيجن الي كرانكايت. هوني هي فور دم شلافن لاسن هي وفربين بينتن هي فور دم شلافن. وعندنا آلاف الأحاديث. وإذا واحد عنده عيونه ضعيف خليك الكحل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكحل من اكتحل فليوتر لأنه يجل البصر ويلبط الشعر. إذا شمينكن فور فخام دي ماشي شمينكن وفد محمد قزاك فيها زين قود زين ماخن تراي مال يمتاك. وأي واحد عنده مشكلة آخر كلام آخر كلام سواك 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 آخر كلام بس ترجمة الحمد لله بالألماني تقوي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل الصلاة. سواك. بروفيت محمد قال سواك سنة. سواك. عنده 10 فوائد، إذا ما تقول بالألماني ليس مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم إن السواك لا 10 فوائد.
الله أكبر. السواك والطهارة من فم مرضات للرب، ويقطع البغى، وينور الوجه، ويطيب النكر، ويفرح به الملائكة، ويشد اللثة. الله أكبر. سواك خشب واحد يعالج ميكروبات، الفرشة والمعجون يقتل ميكروبين في الفم، ولكن السواك يقتل الذر ويفيد المضر يفيده والبيفايدة الميكروب يبقي. الله أكبر. والسواك نعم، والسواك. وصلى على محمد وآل محمد. كثير يعني ما يستطيع يترجم كلها، يعني هو خبير في اللغة العربية. وصلى الله على محمد وآل محمد. خلي كلنا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، والسلام عليكم.